الشياح حي كرم الزيتون بثانوية الشياح الرسمية للصبيان، مثل ما شايفين الأقبال الكثيف من قبل المواطنين للإدلاء بصوت ضمن هذه الدائرة، وإلى جانب أيضا الإعلامي جاد غصن يلي بدوره إجا وأدلى بصوته كونه هو بصوت في هذه الدائرة. ولكن الملفت في هذه النقطة أنه جاد مرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن. جاد، يعني شو هالسر ما بين المتن وبعبدة؟ الحال سابقين عليها رئيس الجمهورية ميشيل عون، هو من بعضنا كان يترشح بكسروان، وحتى بيير جميل كان ينزل ببيروت. القصة انه نحن بنظام بعدنا في شيء اسمه نفوس، نحن خمس دول بالعالم، نحن واريتريا وافغانستان وهيك دول، ما بنعمل تعداد للسكان، لواحد ينتخب مطرح ما ساكن مطرح ومصالحه. ولكن على كل حال مشكلنا وطني بلبنان، واللي ريحونا فيه لوائح حاضرين انه موجوده بكل المناطق على نفس البرنامج السياسي، فهي ذاتها مش مشكله. هل التغيير برايك جاد ات لا محاله؟ لازم يكون اتي. هلا المشكله انه عندنا قوى سارقين مصريات الناس، مهربين مصريات لبرا، وهلا بنشوف ملايينهم بيدفعوها على بانويات. بيسال واحد حاله سؤال، بانويات واعلام وشرايه اصوات، هو مصريات مين؟ هو مصريات مين؟ يا مصرياتنا يا شي دوله عم تعطيهم تيصرفوا علينا، فلا قوي يحكونا بالسيادة. مشان هيك إلى معنى هالمعركة أكثر من أي معركة. لو واحد يقول بعد أكبر أزمة مالية بتاريخ البلد في ناس عم ترفض جوقة نصابين يرجعوا يتاجروا فينا بأساليب كمان فوق الدكة مخابراتية. راح أحكي عن شغلة صارت معنا هاليومين، يعني أي هو آخر شهر كله سوا بيلفقوا فيديوهات بيقتطعوا احاديث بيخرجوها من سياق او بيوزعوها قبل بليله من الانتخابات ليوحوا انه هيدا مع حزب الله وهيدا مع العونيه وهيدا مع القوات وكذا. هو كلهم قبل الانتخابات بسبوا بعض، بعد الانتخابات خلينا نتذكر رايحين على حكومه وحده وطنيه كرمال يرجعوا يتقاسموا الحصص. في ضروره لوقفه تنبقى بهالبلد، يكون لها معنى بالانتخابات، انه واحد الصوت النافع الوحيد هو الصوت اللي ضد هوليك واللي مع مشروع دوله. ولكن المقعد الماروني اليوم بالمتن عليه علامة استفهام كبيرة، خاصة المقعد اللي أنت مرشح عليه، شو إحساسك بعد كم ساعة من هلا؟ هلا الأجواء عند المغتربين كانت كتير إيجابية، وبداية هيدا النهار الأجواء كمان كتير إيجابية، إن شاء الله عشية هالعلامة الاستفهام بنشيلها. يعني نتمنى لك كل التوفيق وجود لك، وطبعا المراسلين الموجودين بالمتن راح يتابعوا تحديدا اليك عم توقع من الساعه 4:30 الصبح. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا. اذا هيدي كانت الاجواء مع جاد الجدير. ذكروا انه في دائره بعبدة وصلت نسبه التصويت ل 14.23%، واصلا وايضا لوحظ انه في غياب ولا يوجد لجان قيد في مراكز المحافظه في بعبدة. ولا يلي عم يسال شو يعني لجان قيد، يعني كل شخص ما عم بيلاقي اسمه في مشكلة أو إشكالية حول اسمه، لجان القيد عادة هي يلي بتتابع معه الموضوع لغاية اللحظة. لا يوجد لجان قيد التابع، وبالتالي يلي مش ملاقي اسمه ممكن أنه ما يقترع. خلينا هيك ناخد بعض الانطباعات.